صباح. عارف يا سعاد، هي سوسة مش هنا؟ لا صحيت ما لقيتهاش والله. طب ممكن ادخل استناها؟ لا لا انا لوحدي في البيت مش هينفع. حرام، يعني انت ما فطرتش لحد دلوقتي؟ ما ده كلام، بس ادخل اعمل لك بس عشاء. بس يا صباح ما ينفعش تخش يا صباح، بقول لك مش موجودة صباح دلوقتي. هو اللي مش موجود، هو اللي ما يصحش ده. صباح بقول لك مش موجودة، استني دلوقتي يا صباح، احنا لوحدنا. اقعد معاك واسليك. صباح صباح الصبح، انا عارف ان كان بينا قصة زمان وعينك من عينيا بس مش هينفع يا صباح، انا راجل متجوز وعندي عيال. روح يا صباح اتكلي على الله، وانت ست عشت لوحدي بسبب عمري ما راجل تاني ولا عيني، وبتقطع كل ما اشوفها واخداك مني. هي مش دي صاحبتك برضو؟ انا مصاحبها عشان اكون جنبك. يا وسختك. صدقني محدش يعرف حاجة. يلا صباح يلا صباح، قولي بره صباح. انت بتطردني؟ مش عايز تخونها وهي ماشية على حل شعرها؟ طب روح بقى يا شيخ، شوف شوفها مع مين دلوقتي. هي مين دي اللي مع مين دلوقتي؟ انت صباح بدل ما اقتلك.